مهرجان الحوز في هذه السنة عرف واحد المستجدات اللي هي كبيرة ومهمة، نسخة جديدة مليئة بالبرامج المتنوعة، نسخة جديدة اللي عرفات يعني واحد الأنشطة اللي متوازنة على الإقليم كله، في كل يعني نقطة من الإقليم كان هناك يعني واحد مجموعة من الأنشطة اللي كتاخد بعين الاعتبار الخصوصيات ديال كل منطقة. إذا هذه كلها معطيات الحمد لله لليوم تتنمي قطاع السياحة واللي غادي تزيد بها إن شاء الله لقدام، غادي تعزز من التموقع ديال إقليم الحوز وخاصة من الرفع من الصورة ديالو على الصعيد الوطني والعالمي، وأيضا ستمكن من التعريف بكل المؤهلات التي تزخر بها الإقليم، مؤهلات سياحية وخاصة منها التراث المادي واللامادي.